قال مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بأنه لم يعد هناك أي مكان آمن في قطاع غزة بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامره الجديدة بإخلاء مناطق وسط القطاع. يذكر بأن الجيش الإسرائيلي أمر سكان مخيم البريج والأحياء المجاورة بالرحيل الفوري نحو دير البلح بدعوى الحفاظ على سلامتهم، وهو ما يشمل زهاء 150 ألف شخص. وقالت الأونروا إن الناس في غزة ليسوا أحجار شطرنج، وإن كثيرين منهم تعرضوا للتهجير عدة مرات. حزم هلبنا من رفح في قطاع غزة، يوجز لنا هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان غزة بعد نحو 78 يوما من الحرب. تفضل حازم. نعم، تحية لك فضيلة. في الواقع ما زلنا نرصد هذا التردي بالفعل للواقع الإنساني في ظل استمرار هذه العملية العسكرية في محاور مختلفة، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي عن استعداده للانتقال إلى مرحلة أخرى تكون فيها كثافة النيران أقل والأهداف فيها تكون أكثر دقة، بما يحيد عمليا هذه الأضرار الكبيرة التي تمس النازحين وتجبر مئات الألاف منهم للنزوح مجددا في أكثر من مرة. في مناطق شمال قطاع غزة ما زلنا نرصد عمليا استمرار للغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي على عدد من المحاور التي تركزت في منطقة جبل يالبلد وأيضا في منطقة الجرن وفي محيط دوار الصفطاوي، في ظل إعلان جيش إسرائيل عن استكمال يعني مهامه العملياتية في هذه المنطقة، إلا أنه عمليا ما زلنا نرصد هذه الاشتباكات التي تدور في المحاور الشمالية. ويعلن الذراع العسكري لحركة حماس عن يعني مجموعة من العمليات بأسلحة مختلفة يستهدف بها القوات الإسرائيلية، سواء بقذائف المضادة للدروع أو القذائف المضادة للتحصينات، ما يعني بأنه هذا الذراع المسلح ما زال يمتلك عددا من الأسلحة التي يناور ويشتبك بها مع القوات الإسرائيلية، وهذا بطبيعة الحال يشكل تحديا. لكن ما رصده المواطنون في هذه المناطق الشمالية بعد انسحاب الأليات العسكرية من عدد من المحاور، رصدوا دمارا مهولا سواء في المنازل أو البنى التحتية أو حتى مدارس الإيواء أو حتى المشافي، وما تزال عمليا حتى الساعات الماضية أصوات جديدة تخرج على عبر الفضائيات، كما يعني يشير تحقيق جديد لشبكة الأخبار الأمريكية CNN يقولون فيه بأنه هناك بعض الإشارات تدلل على أن الجيش الإسرائيلي قام بسحق عدد من الجثث داخل مشفى كمال عدوان الذي حوصر في الأيام الماضية، وقام بدفن عدد منهم حتى يخفي ما جرى من مشاهد دموية في هذا المكان. عمليا ما تزال جهود إنقاذ أعداد كبيرة من العائلات المحاصرة سواء في مناطق شمال قطاع غزة أو في الوسط مستمرة، وهناك العديد من النداءات الاستغاثة على مدار الساعة، لكن كما تقول الطواقم العاملة في هذه المناطق بأنه يصعب عليهم الوصول ولا يصلون إلا في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الإسرائيلية من بعض المحاور ليتم الكشف عن هذا الدمار الكبير وهذه الأعداد الجديدة من الضحايا الذين ينتشلون من تحت الأنقاض. في محاور أيضا الشرقية لمنطقة خان يونس والمحافظات الوسطى ما تزال عمليا تسمع أصوات القذائف المدفعية تضرب في هذه المناطق، وأيضا تدور اشتباكات كما رصدنا في الساعات الماضية لعدد من المسلحين الفلسطينيين من بينهم الذراع المسلح لحركة حماس والجهاد. أعلن في الساعات الماضية عن تفجير عين نفق في قوة إسرائيلية وأيضا استهداف قوات إسرائيلية راجلة ب يعني القنص بالقنص، وأيضا مزيد من قصف حشودات العسكرية في شرقي خان يونس بقذائف الهاون، وعمليات النزوح ما تزال مستمرة من مناطق المحافظة الوسطى بعد هذه الاخطارات الإسرائيلية في إطار توسيع الجيش الإسرائيلي عن ما يبدو عملياته في مناطق الجنوب والوسط، في ظل المؤشرات بأن هناك ما زال نشاط عسكري لحركة حماس في هذه المناطق، وما تزال هناك قيادات عسكرية يسعى الجيش الإسرائيلي لاستهدافها، وأيضا ربما معلومات استخباراتية، لأن الجيش عمليا في إطار ما أعلنوا عن توسيع العمليات في الجنوب أثار موضوع أن يكون هناك حرص شديد على عدم المس بالمحتجزين الرهائن خلال هذه العملية العسكرية، ما يعني أن الجيش ربما لديه مؤشرات أو معلومات استخبارية عن وجود رهائن يسعى على ما يبدو في محاولة للوصول إليهم وتنفيذ مزيد من الاغتيالات بحق النشطاء.
النشطاء كما رصدنا بالأمس في رفح حينما استهدفت سيارة مدنية، واليوم يحاول الجيش الإسرائيلي أن يتوغل أيضا في مناطق شرقي رفح كما رصدنا في الساعات الماضية، ولكن وجه أيضا بمحاولات واشتباكات أيضا من قبل المسلحين الفلسطينيين التي ما تزال عمليا هذه المناطق نسمع فيها بين فينة وأخرى أصوات القصف المدفعي يضرب، وأيضا يعني العديد من الضحايا ما زالوا يصلون إلى مناطق مشافي جنوبية القطاع التي باتت يعني تطلق العديد من النداءات بأنها لم تعد تستطيع أن تتحمل كل هذا العبء من الضحايا، لأنه يعني باتوا يلجؤون إلى المفاضلة، باتوا يلجؤون إلى ما يسمونه بطب الحروب وهو المفاضلة بين الحالات الخطيرة والأخطر، يرفع مرات الأكسجين عن حالات قد يعني توشك على الوفاة لينقلوها إلى حالات يمكن أن تعيش أطول، وبالتالي يعني يوضعون في موقف لا يحسد عليه كما يقولون. شكرا لك حازم البنا من رفح في قطاع غزة.